الاتحاد ممكن نقدمها لشهداء الوطن، الناس اللي دمها غالي علينا جدا، الناس اللي ضحت من اجل حمايه الوطن ودفاعا عن الناس كلها. الناس دي المفروض نعمل لهم اكتر من كده. بالنسبه للميلان دلوقتي بقى شكله اجمل بكتير من الاول، ودي اقل حاجه ممكن نقدمها لشهداء الوطن. المكان ده متصل باماكن تانية كتير، طريق زي طريق زازيف، طريق الدوار من الامن، والمكان ده مكان حيوي جدا جدا جدا.